أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة وأسبوع متجدد من شبابنا والنعم. كما عودناكم فقرات منوعة، وأسئلتنا اليوم كالتالي: في فقرة المبادرات، هل سمعتم عن مبادرة ثمرة عطاء؟ أما في فقرة شبابكم، يا ترى كيف يغرس شبابنا القيم والمبادئ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟ أما في فقرة أكيد نقدر، يا ترى كيف أبدع الشباب في مجال الهندسة؟ كل ذلك وأكثر سنتعرف عليه في حلقة اليوم، فأهلا بكم. ثمار العطاء دائما ما نلتمسها من جهود الشباب، وذلك في مختلف المبادرات ومختلف المجالات. اليوم في فقرة المبادرات سيكون حديثنا عن فريق ثمرة عطاء مع نائب الفريق خالد الرحبي. أهلا وسهلا بك خالد. أهلا وسهلا أخت العزيزة، حياك الله في برنامج شبابنا والنعم وفريق ثمرة العطاء أو ثمرة عطاء. نتحدث في البداية عن فكرة تكوين هذا الفريق. والله تكون فريق ثمرة العطاء تاريخ 21/7/2014 ايوه ليخدم لخدمه الايتام في السلطنه، والهدف منها نشر الوعي واحتياجات هذه الاسر للمجتمع. عدد اعضاء هذا الفريق كان بدايه يمكن 4 اشخاص، فالحين الحمد لله رب العالمين لمده 3 سنوات الحين وصل عدد الاعضاء الى 200 شخص تقريبا. جميل، هذه هي فكرة الفريق وأهدافها أيضا. ما هي الأنشطة التي تقام في هذا الفريق؟ هناك أنشطة ترفيهية وأنشطة نفس المساعدات لهذه الأسر. منها الترفيهية نعملهم ملتقيات، بدينا من الملتقى الأول والحين واصلين إلى الملتقى العاشر. الملتقى الأول كان في ولاية بركة، شمل 1200 يتيم ويتيمة لمدة 3 أيام في السوادي. الملتقى الثاني كان في العمرة، شمل 450 يتيم ويتيمة، هذه الرحلة الثانية كان. الملتقى الثالث إلى صلالة، 750 يتيم ويتيمة. جميل. الملتقى الرابع نفس الشيء إلى ولاية بركة، شمل اليتيمات فقط، ما عملنا دمج فيهم يعني فصلناهم. الملتقى الخامس في ولاية بدية، نفس الشيء الأيتام بدون اليتيمات معاهم وبدون الأمهات. الملتقى السادس كان في ولاية الحمراء، شمل تقريبا 450 يتيم ويتيمة. والملتقى السابع كان في صلالة. الملتقى الثامن في الرويس. الملتقى التاسع كانت عندنا توزيع الحقائب المدرسية، عملنا نفس الشيء الترفيهي في ولاية نزوة منطقة تنوف. الملتقى العاشر إن شاء الله الشهر القادم تاريخ 20 إلى السعودية، 200 يتيم ويتيمة إن شاء الله. وإن شاء الله تستمروا في تقديم هذه الملتقيات، 10 ملتقيات عدد يعتبر كبير. وأيضا لاحظت من حديثك أن عدد الأيتام اللي شملتوهم في هذه الملتقيات أيضا كبير، كيف تتوصلوا لهم؟ هذا عملنا الأعضاء يعني كل من الأعضاء، كل عضو مشرف في ولاية هو يتواصل مع هذه الأسر ويجمعنا إياهم. فالحمد لله كل الأعضاء يعني قائمين بدور كبير في مجهودات لإسعاد هذه الأسر الأيتام والمتعففين. وكيف أيضا يتم اختيار المواقع؟ المواقع يتم اختيارها طبعا بيكون اجتماع في إدارة الفريق، ويتم اختيار هذه المواقع على كل ملتقى نعمله يتم الاختيار المناسب له. أيوة.
لان لاحظت انكم شملتوا ولايات مختلفة، مواقع مختلفة، وايضا حاولت انكم بعض الملتقيات ما خلطتوا، عملتوا ايضا مثل التفرد بعض الملتقيات للايتام وبعضها لليتيمات، ليش بعد؟ لا، هذه الملتقيات اللي فيها عملنا فيها تفرد لانهم كانوا الايتام كبار. ايوه، فمجتمعنا يعني شويه حاولت كنوع من الخصوصيه. الايتام الصغار مش مشكله يعني مع بعض لانهم اطفال ومعهم امهاتهم. أيوة. فهذا المنفردين خليناهم بروحهم. أيوة. يعني الايتام اولاد بدون امهات، واليتيمات نفس الشيء، البنات بدون امهات. جميل. وهذه الملتقيات على كم يوم تستمر؟ يوم واحد فقط؟ لا، يعني شيء ملتقيات 4 أيام وشيء ملتقيات أسبوع. أيوة. ونتكلم عن الأنشطة اللي في هذه الملتقيات. فيها ملتقى ترفيهي، يعني فيها ترفيهي، فيها تعليمي، ونفس الشيء زيارة إلى بعض المواقع الأثرية اللي في السلطنة، لأن هذه الأسر محتاجة حد يطلعها على ويعملها برامج ترفيهية تعليمية. ايوه، وهذه البرامج الترفيهيه والتعليميه نوضح للمشاهد الكريم كيف يتم اختيارها، من اللي يقدمها، وكيف تحاولكم توصلوا ان هذه البرامج تكون كفائده لهذه الفئه. والله هذه طبعا بعد دراسه من اداره الفريق، ويتم اختيار اشخاص لتقديم هذه البرامج، نفس الشيء بالتعاون مع الجهات المختصه بهذا الشان. ايوه، مثل في كان ملتقى الرويس، فجبنا هذا اللي من الفلكي، القبة الفلكية، وطبعا استفادوا كثير منها، ونفس الشيء جبنا من هذا الصناعة الحرفية. أيوة. واستفادوا كثير منها هذه. يعني من خلال أيضا هذه الملتقيات تدعموا الأسر المنتجة. أسر منتجة لتعتمد هذه الأسر على نفسها. دائما الفريق يشتغل على هذه الفكرة، أن هذه الأسر يمول هذه الأسر لتكون هي منتجة لنفسها، يعني أسر منتجة. وكيف لاحظتوا إقبال هذه الأسر؟ والله الحمد لله في إقبال كبير، والحمد لله في أسر استفاد كثير من هذه الفكرة. يعني. طيب، هل تقتصر فعاليات وأنشطة الفريق على هذه الملتقيات؟ نعم. فقط الملتقيات ولا أيضا في مساعدات؟ لا، في مساعدات. هذه تكون المساعدات في الحقيبة المدرسية والطرود رمضانية، ونفس الشيء الأضحية. أيوة. أضحية عيد الفطر وأضحية عيد الأضحى المبارك. طيب، وهذه مصادر هذه المساعدات هل هي عبارة عن مساهمات من المجتمع؟ مساهمات من المجتمع، نعم، ومن أعضاء الفريق، مجهودات أعضاء الفريق. أنا صح أوجه شكري لهذه الأعضاء، يعني صراحة أثلقوا صدورنا كونهم يعني ضحوا لهذه الفئة من المجتمع، وهي تستحق أن حد يضحي عشانها. يعني فأنا يعني كلمة شكر حق هذه الأعضاء يمكن ما أوفي حقهم. دام أنك ذكرت الأعضاء، خلينا نتكلم كيف هالأعضاء اجتمعوا. أنت قلت في البداية كانوا 4 أشخاص، بعدها وصلتوا إلى 200 شخص. كيفية المشاركة في هذا الفريق والانضمام؟ والله كل ما نطلع على ملتقى طبعا ننشر عن في التواصل الاجتماعي، فنحصل تجاوب كبير. كل ما زاد رحنا الى ملتقى ثاني، كل ما يجيوا اعضاء زياده للفريق ينعقبوا في اعمال الفريق، فالحمد لله في تجاوب كبير يعني منهم. واكيد لكم حضور في مواقع التواصل الاجتماعي. في، نعم، في تواصل في مختارين اشخاص هم اللي مختصين في هذا التواصل الاجتماعي، ينشروا عن الفريق وعن اعمال الفريق، والحمد لله رب العالمين مستمرين. طيب، بعض التحديات يمكن يواجهتكم في هذا الفريق؟ والله يعني الفريق التحديات اللي تواجهه طبعا بلا شك انه هو الدعم المادي. هذه من الصعوبة، يعني هذه الايتام تحتاج مبالغ كثيرة. يعني الحين الى السعودية ان شاء الله يمكن يكلف الفريق 4000 5000. أيوة. وهذه كلها من مجهودات اعضاء الفريق فقط يعني، من المجتمع الحمد لله في تجاوب حصلنا معهم، لكن من الجهات يعني القطاع الخاص ما في دعم ابدا. يعني نقدم رسائل لهذا القطاع الخاص، بس للاسف ما نحصل دعم.
يعني هذه المسؤولية الاجتماعية هي يجب أن تكون تعم الجميع من المجتمع إلى الجهات، وإن شاء الله بما أنك ذكرت أنها هذه تعتبر أحد التحديات في المستقبل إن شاء الله راح أتمنى تفعل. يعني أتمنى ذلك، وخاصة القطاع الخاص يعني من واجبهم لمساندة هذه الفئة ودعم لهم. أيوة. لكون نفس الفكرة اللي عملناها احنا بيكونوا أسر منتجة، على الأقل يعني انهم يمولوهم بحاجة تكون هذه الأسرة منتجة يعني تعتمد على نفسها. طيب من وجهة نظرك هل كل الأسر المنتجة تحتاج إلى دعم؟ لأن نلاحظ في هذه الفترة مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت نفسها، صارت الأسر المنتجة تروج لنفسها، تسوق نفسها بدون لا تنتظر دعم من الآخر أنه يعمل لها مثل الاندفاع. مو كل الأسر، في أسر الحمد لله رب العالمين ربهم يسر عليهم يعني، وفي أسر فعلا محتاجة يعني دعم ووقفة من المجتمع لهذه الأسر. أيوة. لأن حالتهم المادية صعبة جدا، فتحتاج هذه الأسر وقوفنا معهم. إن شاء الله تكون هذه الوقفة دائما مستمرة في فريق ثمرة عطاء. نحن نتمنى لكم كل التوفيق خالد الرحبي، ولكن خبرونا عن قادم هذا الفريق. قادم الفريق إن شاء الله مثل ما خبرتك شهر واحد إن شاء الله بيكون إلى السعودية. أيوة. تاريخ 20/1 إن شاء الله، وشهر 4 إن شاء الله في احتفال كبير بيكون في ولاية بهلة بيوم اليتيم، وإن شاء الله في تجهيزات مبكرة لهذا الحدث، نعطي هذه الفئة يعني نعطيها حقها في هذا المجتمع لتعيش حياة كريمة حالها من حال باقي المجتمع. فشهر 7 إن شاء الله نفس الشيء مخططين إلى صلالة. ما شاء الله عندكم كذا خطط مستقبلية لمدى بعيد. دائما الفريق على كل بداية سنة يعمل اجتماع كامل للأعضاء، والخطة كاملة يشرحها للأعضاء، ويعطي الأشهر والتواريخ للملتقيات القادمة إن شاء الله. جعل الله في ميزان حسناتكم، ونتمنى لكم كل التوفيق. أمين. فريق ثمرة العطاء. أمين. أحسنت. شكرا لك خالد الرحبي. إذن مشاهدينا هذه كانت تفاصيل فريق ثمرة العطاء، كل التفاصيل والقادمة بما يختص بهذا الفريق تشاهدونا في مواقع التواصل الخاصة بالفريق. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. مشاهدينا دائما ما نلاحظ حضور الشباب العماني في مواقع التواصل الاجتماعي في شتى المجالات، منهم من هو معبر، ومنهم من هو متحدث، وأيضا مؤثر، وأيضا من لديه رسالة يوصلها بطريقته الخاصة. اليوم في فقرة شبابكم رح نتعرف على أخوان أثبتوا نفسهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما ندري بأنهم أخوان وفي مواقع التواصل الاجتماعي هل رسائلهم متشابهة أو كل واحد لديه رسالة الخاصة؟ أكيد رح نتعرف على ذلك في هذه الفقرة. عبد العزيز ومراد أهلا وسهلا بك. أهلا. وايضا احمد مراد حياك الله. يا اهلا وسهلا. في البدايه عبد العزيز، كيف تشوف مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في السلطنه؟ اذا نتكلم عن تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، هي انا احسها كانها منابر شخصيه. ايوه. تمثل الشخص والبيئه اللي هو عايش فيها، او حتى الدوله اللي هو عايش فيها، وتتنوع فيها الرسائل، منها الايجابيه ومنها اللي يستفاد منها ومنها لا. طيب ولكن في السلطنة كيف تقيم جهود الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي وإيصال صوتهم ورسائلهم للمستخدمين؟ إذا كان مقارنة بأيام أول، أكيد في تطور، وكل يوم في يعني في شباب بكفاءات معينة بإمكانيات معينة يدخلوا ويخلقوا صفحات مثلا ذو رسائل إيجابية، إذا كانت تمثيلية أو كانت مثلا بقصائد أو كانت بصور. أيوة. هم كل شخص يمثل يمثل ما بداخله. أيوة.
في صفحة عبر التواصل الاجتماعي. طبيعي كنا متفقين أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثيرها القوي، ولكن أحمد هل لاحظت أن الرسائل أو الأحداث أو الأفكار التي تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر في المستخدم سواء كانت سلباً أو إيجاباً؟ والله تؤثر، يعني بالذات إذا كانت سلباً، لأنه يعني الرسالة السلبية في العادة تكون يعني بدون قيود. أيوه. يعني الواحد لما يقدم رسالة سلبية ما فيها أي قيود، يقدمها يمكن ب يعني أقبح صورة أحياناً أو بطريقة يعني مش جميلة، لكن نحن دائماً نروح للشيء المثير للجدل، فالرسالة السلبية المقدمة بهذا الشكل من دون أي قيود فتكون مثيرة للجدل، تحظى بمتابعة الكثيرين. كيف التأثير يكون موجود؟ مثلاً إذا خذنا من جانب السلبي بالذات، أيوة. أطفال نشوفهم الحين صاروا يقلدوا مشاهير السوشيال ميديا. طيب هل هذه المشاهير يعني صفاتهم إيجابية ولا سلبية؟ هنا المشكلة. التأثير موجود وقوي. أنا في الوقت الحالي أتوقع أن التأثير الجانب السلبي أقوى من الجانب الإيجابي، ولسبب واحد اللي هو أنه صار أولاً أسهل للوصول. يعني لما تقدم شيء سلبي أو تقدم شيء ما له هدف، سبحان الله طبع الناس كذا، يعني للأسف يعني نحن هذا نشوف. يمكن ويحتاج هذا الموضوع يتغير إلى يتحول إلى ثقافة بعد فترة من معينة يمكن، فلأنه انجذاب الناس للأمور السلبية هذا واحد. اثنين، أنه اللي يقدموا الرسائل الإيجابية عددهم قليل مقارنة باللي يقدموا رسائل سلبية أو رسائل فارغة. نحن نقول أحيانا تكون ما رسالة سلبية، تكون فارغة لكن ما فيها محتوى، فقط يقدم من أجل يعني من أجل التخدم، من أجل أن يقدم بالضبط، من أجل أن يثبت حضوره فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. طيب أي شخص حاب أنه يستخدم هذه المواقع كيف يحدد مساره؟ هل أنا أريد أكون مثلا متحدث، أريد أكون مشهور، أريد أكون مؤثر؟ دائما ما نلاحظ أن في التباس ما بين المفردتين التأثير والشهرة، كيف تشوفها عبد العزيز؟ والله هني صار اللخبطة، إن أنا أريد أشتهر أسوي أي شيء بس أشتهر. يعني مثلا من أنا أعطيكم مثال موجود، يعني الواحد يقدر يأخذه كمثال حتى في الآن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. أول شخص لما يتقدم للزواج من ضمن الشروط يسألوا عن الشخص وين يداوم، يريدوا يعرفوا حياة بنتهم وين تكون بعدين مع هذا الشخص. أيوة. لكن الحين أنا أقول رسالة يعني لأولياء الأمور، اسألوا هل يصورها في سناب ولا ما يصورها، لأن صار البعض سحب أو شل الغيرة منه هو كشخص إن بحثا عن الشهرة. إذن أوكي أنت صورت الحياة الخاصة. الحياة الخاصة أنا ما أقول لا تصور، ولكن ما الهدف من التصوير؟ على كل ثانية أصور معي زوجتي أو معي أختي، ما الهدف؟ أيوة. لأن في بنات ما شاء الله عليهن طالعات بصفحاتهم تجارية كانت إعلامية كانت برسائل إيجابية. إحنا ما نقول لا تصور، بس ليش تصور إذا كانت بلا رسالة فارغة؟ أيوة. ظرف يفتح لا يوجد فيه أي شيء، فقط من أجل تسجيل الحضور، هذه الشهرة. أما لما في أشخاص لا عندهم إمكانيات قوية وصلوا لمنصات مفتوحة ما فيها سجل تجاري، ما فيها يعني شروط وقوانين موضوع عشان أدخل وتأخر ولي ما يفتح سجل وجيب العمال، لا أنت تفتح الصفحة وأنت مسؤول عنها وتكلم برسالتك الإيجابية، راح توصل لكل الفئات العمرية من يحمل بيده هاتف أو يستخدم تقنيات الجديدة المستخدمين بشكل عام. طبعا هذه هي النتائج المبشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما قلت صارت مثل التسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأسر المنتجة، صارنا الواحد بسهولة أنه يوصل للفئة المستهدفة. طيب الحين نسلط الضوء على الأخوان، رسائلكم أحمد هل هي مشابهة لرسالة عبد العزيز ولا العكس؟ والله تقريبا يعني 80% أو 90% رسالة مشابهة، أو يعني أحيانا يصير إيش، نحن نتبادل المواضيع، نحن نحاول نركز على الاختصاص نوعا ما. مثلا أنا لو كان موضوع يخص التوظيف أو يخص موضوع الباحثين عن عمل أو كذا، وعندي فكرة أجي عبد العزيز، أنا أعرفه هو مناسب جدا لهذا الموضوع. عبد العزيز تكلم في الموضوع الفلاني لأنك أنت هذا تخصصك، أنت في هذا المجال راح يعني الفيديو راح يكون قوي، وبننزل أنا وأنت مع بعض. في المقابل نفس الشيء، عبد العزيز إذا عنده موضوع يحس إنه يتناسب معي أنا في طريقة طرحي، يعني أنا في العادة أغلب مواضيع شوية هادية، يعني إذا بغين نازع حد يعني في الفيديو نجاب عبد العزيز. ليش شخصية عصبية؟ ما أعرف ليش مسميني كذا، يعني مش عصبية شخصية، بس لأنه الأسلوب. يعني أنا أقصد إنه نحن تقريبا 90% من مواضيعنا متشابهة، ونتبادل فيما بيننا في المواضيع ونراجع بعض في المواضيع. اللي يفرق الأسلوب، وطبعا لازم هذا اللي يصير. يعني عبد العزيز يمكن هنا يقدر يضيف حاجة في موضوع التقليد اللي صاير، يعني الحاصل انت حلو تطلع في نمط شخص معين موجود، لكن
ما يكون بتقليد 100% بنفس الفكره نفس كذا، بالرغم من ان احنا تقريبا الرساله نفس الشيء متشابه، لكن لا زال الاسلوب شويه مختلف في من واحد ايوه في من يرتاح لاسلوب عبد العزيز اكثر، في من يرتاح لاسلوبي اكثر، لكن انا يعني وصلت الى قناعه ان الناس يحبوا الشده احيانا، يحبوا الشده ايوه يحبوا الشده، يعني الناس ما تلعب العين الحمراء. اي انا اضيف على هذه النقطه انهم ما انهم يحبوا الشده فقط، ولكن الحين احنا وصلنا لزمن أرجوك لا تفعل هكذا، إنه غلط، إنه ما ينفع، إنه ما إنه هذه إنه خليها بعدين. الحين مثل ما هو غلط علناً ترد عليه علناً واحدة بواحدة، ويحسبها اللي يعرف يحسب صح. ما هو تكبراً على الناس، ولكن لما أنت تدخل في الميديا وما عندك شيء جديد، ما عندك لمسة جديدة، راح تفقد جمهورك اللي تريد توصل له. أنت لازم توصل رسالتك بلمسات موجودة في الميديا يحبها المتفرج أياً كان عمره. أيوة. الحين مثلا خلينا نقول الفئه العمريه اللي هي من 10 الى 18 هم ما يميلوا للبس الدشداشه العمانيه، بنطلون قميص كذا. صرت انزل في حسابي بعد اصور صور بروفيشنال لمصورين، فاحطها في حسابي اريد ابين لهم ترى احنا كلنا على نفس المود، ايوه على نفس الفكر، بس لكن في اشياء احنا لازم نبتعد عنها. تراني انا بعدها بعد ما كامل مكمل. صحيح. طيب نتكلم عن المواضيع اللي الحين تتكلموا عنها، هل هي ارتجاليه ام انكم تاخذوا وقت عشان تعدوها وتقترحوا عده مواضيع؟ انا على حسب معلوماتي عبد العزيز ما يحب المواضيع المعده، تحب الارتجال. اعدها احس انه في مشكله بيني وبين اللي كتبته. ايوه يعني احس وكاني اريد انقل رساله ما حقيقيه. لما ارتجل اللي يطلع مني ككلام احس انه هو ذاك الكلام اللي اريده اللي راح يوصل، راح يكون بشكل عفوي. عفوي احسن. اي وانت احمد انا اتفق مع عبد العزيز، وانا كنا حتى نحن في السياره كنا نتناقش على نفس النقطه. تكلمنا على ايش؟ انه لما يجي واحد يرتب فيديو وتعبان عليه وياخذ لكن ما في عفويه. فيديو معد له اعداد قوي، فالمشاهد نحن يعني كثير نلاحظ على هذا في الانستغرام، ونتابع ونشوف ايش المشاهدات وين تكون قويه وين ما تكون قويه، ونقيس ونقدر ونطلع بهذا. ايوه ايش النمط الاحسن او ايش النمط اكبر يعني اكثر اقبالا عند الناس في المتابعه. فشفنا كل ما كانت الرساله عفويه نحن يمكن البعض كان نحن بالنسبه لنا كل حد كان يعتبر العفويه كان ينتقدونا على ايش؟ ينتقدونا على اللبس. ايش هو اللبس؟ نطلع بمصر ودشداشه. ليش تطلع انتم بمصر ودشداشه؟ واللي يقول انتم مسوين دعايه للمصر يعني قبل الدعايه وهذه الامور. طبعا نحن يعني نتعمد ان نكشخ قبل ان نصور. أيوة. اساس ما نريدك تشوف شيء ما حلو، يعني شيء ما نحن شيء يليق بمقام يليق بنظرك اصلا. أيوة. اساس انت تشوف شيء يعني حلو وجميل وموضوع متكامل يعني. ونفس الشيء انا صراحه يعني هذا نفس الشيء من هذا المنبر اقدم شكر يعني للشباب اللي يتعاونوا معنا في هذا. مثلا اليوم نحن يعني متجهزين في بيت الدنيا. أيوة. معاهم ترتبنا وكذا، فقط لانه يبقى حتى في الفيديوهات الصغيره يعني الفيديوهات القصيره هذه اللي هي دقيقه وكذا نتجهز هناك. الفكره مثل ما ذكرت يعني الانتقاد كان على بعض الاشياء اللي هي مثلا اللبس اللي لابسين مصر. بالعكس انا بالنسبه لي لما انا وعبد العزيز طلعنا بنموذج خلنا نقول إن نموذج نوعا ما ناجح في السوشيال ميديا باللبس الرسمي. أيوة. هذا يعطي رسالة لكل من يتابع هذا إنه يقدر يتبع نفس النمط إنه يطلع باللبس الرسمي التمسك. نحن بالنسبة لنا يعني والله لما نلبس طبعا نحن يعني أنا عبد العزيز نقول دائما نحن كلمة مودلينج ما نحبها. أيوة. وما نريد إن نوصف بها، ما ليست إساءة يعني لهم احترامهم وكذا، لكن بس إنه نحن ما هذا في فئة ثانية اللي ما تعرف تفرق بين بالضبط. أيوة. إنه هدفنا أكثر هذاك، لكن نحن يعجبنا لما يجي واحد يقول إنه والله اللبس هذا جميل أو هيبة، فهنا نحن رسخنا نقطة أو وصلنا رسالة جميلة في موضوع اللبس اللي هو نحن اللي نعتز فيه، اللبس الرسمي العماني. في هنا ندخل في باب إنه مثلا في موضوع التقليد. زين نحن قلنا رسالة قبل فترة، حضرنا يعني فعالية من فعاليات، بعد الفعالية هذه تكلمنا ومثل ما تقول منشنا او نشرنا حسابات كل من له نحن وصلنا شفناه انه يقدم رساله ايجابيه في المجتمع، لان المجتمع ما يبنى بي انا وبي انا وعبد العزيز او بي انا وعبد العزيز ومها، لا. أيوه. المجتمع يبنى بمجموعه، ما ممكن انها فاحس كذا كلمه او كل من معانا في نفس المجال ونحن نحسه يقدم رساله ايجابيه للمجتمع وقاعد يفيد المجتمع، ونتوقع انه مع بعض نحط ايادينا بيد بعض ونطلع
بالمجتمع مع بعض بنفس الرسالة الإيجابية، نحن مستعدين أن نتعاون معه أو حتى من غير من دون ما نعرف ولا يعرفنا ولا يكون هذا، أن ننشر له حتى كأقل شيء أو أبسط شيء. أيوة، من باب أنه جميعنا مسؤولين في المجتمع، من باب المسؤولية الاجتماعية أيضا أنه الواحد يقف مع أخيه، لأنه جميعنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، فليش ما نساند بعض؟ أنت ما شاء الله ذكرت تفاصيل كثيرة، ولكن أنا جاتني كلمة واحدة راح نحط عليها خط، أنك أنت قلت 80% من المحتوى اللي تقدموه ناجح. كيف عرفت أنه ناجح أحمد؟ أنا ما ذكرت، أنا ذكرت النسبة في موضوع المحتوى المتشابه تقريبا 90%، لكن أيوه. النجاح هل قصته من الأقبال؟ نجاح الفكرة أنا أقدر أقول إن هي أصلاً تلامس الواقع. إذا أنت تكلمت عن موضوع موجود في حياتنا اليومية، يمكن أنزل الفيديو ثلاثة قال هذا قبل شوية صار معي. أيوة. فأنت لما تلامس الواقع فنجاحه مضمون. تعتبر نفسك إنك أنت وصلت. ما قصدي ناجح، ما أقولها ناجح، بس أقول إنك أنت تلامس الواقع. أيوة. اللي يعطيك إقبال أو يعني تقبل من الطرف المستمع إنه بالفعل هذا تكلم عن نقطة ما حد تكلم فيها قبل. أو إن تحتاج تعديل تغيير أو تبديل. وظيف. أيوة. وظيف على ذلك في يعني الانتشار، يعني دائما مثل يعني من زمان عبد العزيز سوى فيديو وتكلم عن إن موضوع إن الواحد لما ينتقد يقول لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. صحيح، لكن وذكر نفس الشيء في الفيديو إن الشجرة المثمرة فيها نوعين من الثمر، ثمر طيب يؤكل وثمر ما له أيوة ما فاسد أو إنه ما له قيمة. ومر يعني مثل الحنظل إذا قلنا مثلا، فما دائما ما يعني بترمى أوكي الشجرة المثمرة لكن أي ثمر كان، هذه رقم واحد. أنا لكن أقول هنا إيش، نحن متابعين جيدين تقريبا لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف نقيس نسبة النجاح؟ تفاعل الناس معنا. لما يصير موضوع ساخن في الساحة يجيونا مثلا المتابعين نريد نسمع رأيكم في هذا الموضوع، أنا أتوقع هذه فيها تأثير ونجاح، لما أنه الفئة المستهدفة تطلب منكم إبداء الرأي، يجيبوا لنا مواضيع والله هذا الموضوع كثير منتشر الناس يسمعوا منكم. يعني انا كان حتى من الاقتراحات يعني في حد تواصل معي قال لي يا اخي انت لما تصور الفيديو اللي في السياره حتى انت واقف ربط حزام، طبعا يعني انا اختلف مع هذه الفكره لكن سالته ليش، قال لي انه الشباب يقتدوا فيك انت تسوي، وخاصه الشباب اللي في سنك او اللي اصغر من العمر هذا اللي يقتدوا فيكم وياخذوا هنا نسبه. يمكن الشيء الثاني او الثالث في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي مثلا قلنا الواتساب، ايوه نحن نعرف ان في الانستغرام كل شيء موجود، اللي يوصل الواتساب يا يكون يعني الخلاصة أو مثل ما تقول أفضل أو أجمل شيء، أو مثل ما نقدر نقول إنه الشيء التصفية. أيوة. التصفية أو شيء الرسالة القوية اللي هي توصل للواتساب، فكثير لأنه تم تنزيله يعني. أيوة تم تنزيله بالصعوبة لأن الفيديو تعرف من الانستغرام ما بسهولة يتحمل، لازم برنامج وكذا، وأظن بعض الأجهزة الذكية فيها يعني ما تقدر تنزل منها أنت. أيوة. فإيش يصير هنا لما ينتشر هذا الفيديو يتعبوا عليه وينتشر من دون يعني انا وعبد العزيز قلنا يعني شفنا ما حلو نحن انا يمكن تقريبا في 40 جروب والله جد يعني ولكن ما فعال فيهم كلهم، لكن ولا جروب من هذيلا انزل فيديو واحد من فيديوهاتي، احس ما اعرف انا واصلين لهذه القناعه انه ما حلو انا اروح اسل فيديو مالي تجبر الناس ان يتابعوا، لكن صفحتي هذيك عامه مفتوحه تريد تشوف حياك الله، لكن ما انا جيت وحطيتها في مكان انت يعني انا مشارك فيك متساوي، هذيك صفحه يعني كذا ربما نوعا ما. ايوه فالانتشار يصير او الرسائل الفيديوهات هذه تنتشر عن طريق الناس، فهنا يمكن نجاح الفكره. نحن نعرف شوف في وسائل التواصل الاجتماعي في نقطه البعض خاصه انا كنا نتناقش نقاش طويل يعني قبل هذا يعني اعطيتونا فرصه نناقش، لما تكون تقدم يعني رساله ناجحه البعض ما يريد انك انت تكون احسن منه، يعني خاصة إذا كنت أنت في نفس مجاله أو في نفس عمره، في عندكم مشتركات يسموها أشياء مشتركة، عمر، مجال، قبيلة، أحياناً يكون هذا في أشياء مثل هذه ما يريدك تطلع أنت أحسن عنه. راح يكون مثل تنافسية. أيوة في تنافسية بالنسبة له حتى لو عجبت الفكرة ذاك، يعني مثلاً الحين نحن نقول أنا عبد العزيز نقول له شوف المشكلة المتابعين يزيدوا معنا يعني هم عددهم ما قليل لكن يزيدوا ببطء. أيوة. بالقطارة، لكن المشاهدات يعني توصل 100,000 المشاهدات توصل 70,000، فنقول للناس يعني تتابع لكن ما تحب تضيف من باب انه هذا ما يكون عنده متابعين، ولو انه نحن ما استخدمنا الحساب لغرض تجاري الى الان. ايوه اضافه الى ذلك عبد العزيز ذكر نقطه قال دائما ان الرساله توصل او علينا ما يضيف عادي، لكن اهم شيء يشوف المشاهدات يشوف المشاهدات يشوف الناس يتابعوا ويستفيدوا وهذا اهم شيء. وهنا يمكن رد للرساله او سؤال انت سالتيه في البدايه بين الشهره والتاثير، والله اللي يخلص الإخلاص دائما سر في كل عمل. أيوة. اللي يخلص ويتقن في عمله
ويقدم الرسالة بطريقة إيجابية، والله إن الشهرة تجيك للبيت وتضرب لك الباب، فلان باغينك فلان كذا. لكن يكون يعني عملك مخلص وإتقان فيه. لكن اللي يروح للشهرة راح يعني ندور أسهل طريقة اللي هي تسوي أشياء يعني مثيرة خارج عن النمط، أيوة، خارج عن النمط معاكسة للدين والعادات والتقاليد، يا يعني أنك أنت بتوصل بطريقة لكن أنت ما قاعد تقدم أي حاجة للمجتمع، وراح تكون لفترة فقط بسيطة وبعدها يختفي هذا الصوت وتختفي هذه الرسالة. بالضبط. ولكن تبقى الرسالة القوية. طيب المواضيع اللي تناقشوها، خلينا نعطي مثال للمشاهد عن إيش تناقشتوا. مثلاً خلينا نتكلم عن أزمة الوظائف، تمت مناقشتها أتوقع. أيضاً أمثلة أخرى عن المواضيع اللي تكلمتوا عنها. في أمثلة أنا تكلمت عن مع أحمد اللي هي حقيقة الفيديو جاهز بنزله بعد كم يوم، اللي هي يعني إحنا شفنا الحياة مجاملات، صارت مجاملات، وإحنا دامنا في 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 الميديا 90% الميديا مجاملات. أيوة. لمصالح شخصية الناس تجامل عشان يحصلوا مصالحهم. فهذا نفس اللي صاير في جروبات الواتساب، في جروب العمل اللي يرسل نكتة أنت ترسليه هو ما يضحك، ما حد يضحك، بس المدير إذا رسل نفس النكتة بعد يومين هذا اللي حاصل في الميديا تشوفه. يعني ناقشت هذه القضية وتأثيرها. إيه، تكلمت مع أحمد قلت له لازم نتكلم عن الفيديو جاهز يعني يعرض قريبا، لأن أحيانا يعني يقهرك تتكلم في ماد في مجالك في تخصصك لمدة أنت سنوات منها دراسة وبحث حتى عمل يومي كان، تعطي خلاصة لشيء معين يجي ينتقدك واحد يعني بعده في الإعدادية ولا في الثانوية. يا أخي أنا قاعد أقدمه لك أنت، وأنت اللي جيت تنتقدني، ما من المفروض تأخذها وتشوف إذا كانت تناسب ولا لا. أيوة. وأنا ما أسمي اللي كل اللي قدمته الحين أنا ما أسميه نجاح. ما أسميه نجاح. نجاحي الحقيقي تسأل الأشخاص اللي متواصل معهم. للأسف إن المجتمع العربي لما ينتقد بقوة وأمام الملأ. الانتقاد والدليل على كلامي إن الانتقاد في السناب أقل من الإنستغرام. الستوري الخاص. ايوه من الستوري والانستغرام عفوا وسناب اقل دائما. ليش؟ لانه يجيك انت دايركت، لكن على الانستغرام في الكومنتات تكون الصفه بالاجماع والكل يريد يشارك. ايوه، قال كلمه الثاني يجي نفسه بس يعيد. فاريد اقول ان نحن مجتمعاتنا لما تكون سلبيه تكون بقوه، وين الباب الايجابي اللي نذكره؟ فالحين لما اقول متى اكون ناجح، اسالوا من هم جلس معي يتكلم بساعات سواء كان بالتليفونات، اسالوا. أيوة. الطلبه اللي متواصلين معي في اختيار التخصصات، اسالوا الموظفين اللي انتقلوا. الحين انا متاكد ان البرنامج راح اكيد كثير من الاشخاص يشوفوه، اتمنى ان تعليقهم راح يكون تحت بخصوص ما هي الافاده اللي انت حصلتها من استشاره او من جلسه او من متابعه او من قصه. احيانا انا اعتبرها قصه، قل الحين تبدا قصه التغيير، عليك تطبق. إذا ما تقدر تطبق لا تتواصل معي، خليك بس أبديت على الصفحة. أيوة. ما في شيء عشان أنت مثلا أحيانا ما تقدر تشوف هذا التغيير أو أنك تلاحظه، عكس أن الإنسان هو اللي يلاحظه. بالفعل. وأكيد يلاحظ هذا الصدى اللي أنتوا أصلا تحاولوا أنكم توصلوا له. هذا اللي نسميه نجاح، لما تشوف التغيير في حياة الآخرين في مجالك وعلى مستوى معين. جميل. من حديثك أبي يا عبد العزيز وأحمد، أكيد التمس أنكم تتحدثوا عن التحديات. التحديات تكمن في تعليقات المشاهد الجمهور المستخدم، أيضا التحديات تكمن في إيصال الرسالة ومدى تقبلها، لكن يمكن في تحديات أنتوا لامستوها على الصعيد الشخصي. خلينا نتكلم معك أحمد، في تحديات يمكن المشاهد ما يعرفها. إيش؟ والله صحيح، الوالدة. الوالده بين قوسين. ايوه، بالنسبه لنا يعني الوالده يعني الله يحفظها، هي اميه يعني وما درست ولكن ما شاء الله يعني فكرها كبير والله الله يحفظها، لكن كانت هي ضد ان تشوفنا نحن داخلين في السوشيال ميديا. ليس شيء يعني الا انه الناس راح يتكلموا عنكم او انه كل واحد يحطكم سيره على لسانه. صحيح. زين، يعني من باب الخوف هو. وأنا ذكرت هذه النقطة أكثر من مرة، يعني أكثر صعوبتين أو أكثر الأشخاص اللي هم تحس يعني راح تواجههم كتحديات، يمكن المشاهد أو ما 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 وصل لهم إلا لما يدخل في المجال. ترى يعني شوف اللي ينتقدك إنك تسوي فيديو، والله أنا كنت أقول حدا بعز والله الموضوع ما سهل. أيوة. إنك تمسك فيديو تلفون تتكلم في موضوع مرتب وما أعرف إيش بتطلع بخلاصة وهذا الموضوع ينزل، أول شيء إنك راح تلتزم بوقت أسبوعي ولا غيره، يعني فيديو واحد مدته دقيقة نحن نأخذ عليه وقت لين يجهز. فهذا الالتزام واحدة من التحديات. أيوة. اثنين، إن التعليقات اللي تجيك هذا طبعا أشياء مشتركة ومعروفة هذه. أيوة. أهم تحديين
اللي ممكن المشاهد ما يعرفه يجوك من أقرب الناس. الأهل من خوفهم عليك، الأهل أقصد من الدرجة الأولى، الزوجة، الأم، الأب، الأخوان، يمكن واحد يطلع بس يشجع وكذا. أيوة. أما البقية يكون من خوفهم يعني، هذا واحد. اثنين، الأصدقاء من باب الحسد أو الغيرة، وش شايف نفسه أحسن مني، واللي تعود مثلا يشوفك، يعني اللي تعود يشوفك بطبيعتك العادية في الحياة معاه وتسولف معه، شافك طالع تكلم في موضوع رسمي، ترى نحن مشكلة هنا الخجل يعني، اسمع فلان يتكلم، ايوه اسمع فلان يتكلم. لكن الغريب اللي يشوفك اول مره بالنسبه لانه ما يعرف، ما عنده صوره نمطيه عنك، ما عنده مثل ما تقول شيء قديم عنك، فيقول والله كلامه جميل هذا. وانا اقول بعد ما تنجح يعني دائما يعني نحن نسميها مقاومه، ايوه زين، في مصطلح الكهرباء حتى نسميها المقاومه. المقاومه اصعب شيء للكهرباء، لكن بعد ما تتخطى المقاومه او الكهرباء يعني تغطي على هذه المقاومه، الموضوع سهل وبسهوله يوصل. نفس الشيء هذه مثل المقاومه، هذه تحديات، مطبات، ايوه، لو مهما اختلفت الاسماء او مسميات تتحاول انك تفادها، انك انت مجرد ما تتجاوزهم. كيف تتجاوزهم؟ انك تثبت وتنجح، لان احتمال هذه يكون لك خلاص صد وترجع ما تقدر. ايوه ايوه ضرب يعني طلعت. الكل يمكن يواجه هذه التحديات، ولكن هنا تكمن الاستمرارية. بالضبط. من اللي يستمر ويكون مقاوم، ومن اللي راح يتوقف عند أول عثرة يمكن تواجهه. عبد العزيز مراد وأحمد مراد، أنا جدا سعيدة بهذا الحوار معكم في فقرة شبابكم، ونتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دائما ما نتابعكم بمختلف المواضيع والتأثير اللي توصلوه لي في المستهدف إن شاء الله. ونشرف ونشكركم على الاستضافة. شكرا، الله يحفظك، ويعني لقاء جيد ورائع جدا. تسلم. شكرا. إذن مشاهدينا، هذا كان حديثنا في فقرة شبابكم، نتمنى لكم استمتعتم واستفدتم. أحمد، وش تبغى تكون يوم تكبر؟ تبغى تكون مهندس ممتاز؟ أنا أبغى أكون مدير. حقق الحلم، وعاهدنا أنفسنا أمام الله أن نخلص لهذا الوطن الغالي، وها نحن اليوم عاقدين العزم على أن نفي بوعدنا ونصون عهدنا، وبإذن الله سنحقق آمال الحبيبة عمان والقائد المفدى. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة أكيد نقدر، وفي فقرتنا لليوم راح نتعرف على مجال جديد نوعا ما في البرنامج، وأيضا نادر. راح نتعرف على هذا المجال مع وائل المحرزي، صاحب شركة أمان لهندسة الوقاية من الحرائق. أهلا وسهلا بك يا وائل. أهلا وسهلا. أنا ذكرت أنه هذا المجال جديد لأن ما ناقشناه من سابقا في البرنامج، وهي هندسة الوقاية من الحرائق. خبرنا في البداية، أعطيني نبذة بسيطة عشان نعرف المشاهد عن هذه الهندسة وهذا المجال نوعا ما. حياك الله. بالنسبة لهندسة أنظمة الوقاية من الحرائق، يسمى أيضا بهندسة حماية الأرواح، لأن كل الأنظمة اللي نصممها هي هدفها الرئيسي حماية الأرواح، وحماية بعض الأحيان حماية الممتلكات في المباني. تتنوع طبعا ما بين أنظمة الإخماد، وما بين أنظمة الكشف عن الحرائق، وأنظمة الإنذار. أيوة. هذه هي الأنظمة الرئيسية اللي نقوم طبعا بتصميمها أو بمراجعتها أو بالإشراف على تنفيذها في المواقع. الأنظمة هذه طبعا منظمة عن طريق عدد من احنا نسميها الكودز والستاندرد، المعايير والمواصفات طبعا، سواء كانت محلية أو العالمية منها. جميل. نرجع للبدايات، وبداية شركة أمان كيف جاءت؟ بالنسبة لشركة أمان طبعا كانت
طبعا فكرتها نبعت من المتطلبات اللي صدرت من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وفي ذاك الوقت كانت شرطة عمان السلطانية، ولا يزالون طبعا تابعين لإدارة شرطة عمان السلطانية. صدرت منهم اشتراطات خاصة بطلب مراجعة أو تصميم المخططات عن طريق استشاريين معتمدين من قبل الهيئة، واللي تفرض فيها طبعا اشتراطات أيضا بالطاقم أو المهندسين الموجودين في هذه الشركات. الاشتراطات طبعا في ذاك الوقت كانت جدا بسيطة، وكانت بدايات، وكان فرضها طبعا على الشركات جدا بسيط، مش للمستوى اللي نحن اليوم موجودين عليه. أيوة. لكن في ذاك الوقت طبعا كنت أنا أنهيت خلنا نقول عدد معين من سنوات طبعا في العمل في هذا المجال، اللي هو تبع طبعا دراسة في مجال الهندسة المدنية في جامعة السلطان، لكن غيرت التخصص طبعا في مجال أنظمة الوقاية من الحرائق، وبعد ذلك أكمل دراسة الماجستير في نفس المجال. يعني كان حديثنا قبل التصوير عن أنك أنت تبحث عن المجال النادر نوعا ما وغير متواجد بشكل منتشر في السلطنة. كانت دراستك في الهندسة المدنية، ولكن كانت كجسر لأنك عشان تحصل على شهادة الماجستير في هندسة الوقاية من الحريق. البدايات مثل ما ذكرتها، ولكن يمكن المشاهد يتساءل أنه المؤسسة مثل هذه بنظام معين، بعدد كبير من الموظفين، بتخصصية كبيرة تحتاج إلى رأس مال كبير، فكيف كان رأس المال؟ طبعا بالنسبة للبدايات كانت جدا بسيطة. بالنسبة للبدايات أيضا كان عدد المهندسين جدا بسيط. صحيح أن دائما الشركات الاستشارية أو المكلف فيها طبعا اللي هو الطاقم. أيوة. لأن أنت توظف في هذه الحالة مهندسين، فكنا عدد معين بسيط جدا. استندنا في ذيك المرحلة طبعا على شركات خارجية، إما أن نحن نتعاقد معهم للمراجعة أو نتعاقد للتصميم ونحن نعمل المراجعة هنا. أيوة. فكان تعاون مشترك بيننا وبين شركات أخرى، عبارة عن مرحلة مؤقتة نضمن فيها جودة المنتج اللي نحن يطلع من عندنا. تلا ذلك طبعا زيادة المشاريع، زيادة عدد الموظفين، بدأنا نتوسع أكثر وأكثر، إلين وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى 25 مهندس. طبعا صعب جدا تحصل على هذا النوع من المهندسين بحكم أنه نادر عالميا. الندرة هذه بسبب طبعا ندرة الجامعات اللي تدرس هذا التخصص. تلا هذا أيضا اللي هو فتح الأفرع لنا طبعا في أماكن خارجية، في السعودية، في جدة، كذلك لنا أعمال في الرياض وفي مكة المكرمة. بعد هذا تلاهم طبعا المكتب اللي فتحناه في أبو ظبي، ولنا كذلك عدد معين من المهندسين هناك، حوالي 10 مهندسين، وحاليا في إجراءات اعتمادنا النهائي لتصنيفنا كبيت خبرة، مش فقط استشاري، كبيت خبرة مصنف في الإمارات العربية المتحدة. جميل. طيب هذه الندرة في هذا التخصص هل فادتكم بحيث أنكم تكونوا المنافسين الوحيدين في السوق، ما عندكم منافسين آخرين؟ والله الندرة طبعا صحيح أننا نحن نادرين، لكن نحن ما نقدر أيضا نحكر السوق على أننا نحن الوحيدين فقط الموجودين. أيوة. في موجودة عدة شركات بشكل قليل، في عندنا شركات، ولكن التنافسية أيضا قليلة بحكم أن المتخصصين في هذا المجال قليلين جدا. أيوة. وعدد الشركات الموجودة في هذا المجال معدودة على أصابع اليد، سواء هنا أو في الإمارات أو في السعودية أو في أي دولة، طبعا تلقاهم أعدادهم جدا 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 محدودة. أيوة. وهذا طبيعي بحكم أن المخرجات في هذا المجال نادرة جدا. جميل. طيب لو نتحدث عن إقبال السوق، يعني لو إذا تحدثنا عن الفئة المستهدفة يمكن المؤسسات بشكل كبير، ولكن البيت العماني يمكن يفتقد نوع من القناعات اللي هي وجود مثل أنظمة الحريق في البيوت غير متواجدة أو متواجدة بقلة، فكيف شفت الإقبال من البيوت العمانية؟ طبعا بالنسبة لنا نحن كاستشاريين أو كاستشاري دائما مجالنا خلينا نقول نشتغل على المشاريع الكبيرة مثل المطارات، المواني، مثل المولات، مثل الفنادق، محطات نفط وغاز. بالنسبة للمنازل طبعا الإقبال فيها بعيد، أو أغلب الناس تتكلم في الموضوع لكن الثقافة في هذا المجال ربما قليلة جدا. أيضا المتطلبات من قبل الجهات المعنية الخاصة بهذا المجال بعدها ما صدرت بالنسبة للمنازل، وحاليا على حسب اللي سمعنا أن فيه اشتراطات قادمة بالنسبة للبيوت، واللي راح تكون كإنذار أولي
لقاطني المنازل، إذن هم يخلوا البيت قبل لا ينتشر الحريق، قبل لا يطلع كمية كبيرة من الدخان وتعيق خروجهم، واللي حصل طبعا مثل الحادث الأخير اللي سمعنا عنه في بركة. أيوة طبعا هذه الاشتراطات لربما جاءت بعد الحوادث المؤلمة اللي صارت في عدد من البيوت، واللي عدم وجود مثل هذه الأنظمة وعدم وجود الاشتراطات أساسا. فأنتوا كيف شفتوها؟ أنه هل في ضرورة أنه يتم إلزام كل بيت في السلطنة على وجود مثل هذه الأنظمة؟ والله نتأمل أنه يكون إلزامي بالنسبة للبيوت، لجميع البيوت. طبعا تكلفته جدا بسيطة، كل كاشف لو حطينا كاشف في الغرفة الوحدة ما يتجاوز 10 ريالات. يعني نتكلم على شوي يتساءل عن التكلفة. التكلفة جدا بسيطة بالنسبة للبيوت، لكن القيمة اللي أنت راح تحصلها من هذه الكواشف جدا عالية، من حيث أنه لا قدر الله لو حصل حريق في بيتك الساعة 2 بالليل في غرفة أولادك، مين يدري عنها؟ ما حد يدري عنها إلا بعد ما ينتشر الحريق وما يتطور أكثر. لكن لو كان في عندك كواشف بالعكس راح يكون عندك إنذار مبكر، راح يصحي الأولاد، راح تصحى أنت أيضا في غرفتك، تطلع تخلي البيت قبل لا يتطور الحريق، طبعا في زمن قياسي أو في الزمن اللي هو المقبول بالنسبة للإخلاء. لكن لو ما كان عندك هذا الكاشف راح يتطور الحريق، راح يكبر داخل البيت، راح يسبب إشكاليات كبيرة. الاشتراطات طبعا لسه خلينا نقول بعدها ما صدرت من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، لكن أعتقد أنها حاليا في قيد الدراسة، وإن شاء الله يعني تكون إلزامية. ربما راح يكون في تنسيق بين الهيئة العامة للدفاع المدني والبلدية كذلك. طيب لو نتحدث عن التحديات في هذا المجال مثل إيش؟ بالنسبة للتحديات طبعا نحن كمجال ربما يكون غريب على أنظمة أو على مجالات الهندسة الأخرى، بحكم أن ندرة المهندسين فيها أو ندرة المعرفة أو ندرة الدورات التدريبية المتوفرة في السوق بالنسبة لهذا المجال. فأغلب التحديات اللي تواجهنا أحيانا يبدأ أصحاب المشاريع في التصاميم قبل لا يجينا، يعني يخلص تصاميمه المعمارية والمدنية بعدين يجي يزورنا وبعدين يطلب خدماتنا. بالنسبة لنا طبعا هذا إشكالية، لأن أحيانا نطلب من هذه الشركات تعديل شكل الخرائط، واللي هو يفرض عليهم إعادة العمل مرة أخرى، واللي هو راح يكلفهم مبالغ وراح يكلفهم أيضا وقت وربما يعني تأخير في المشروع. إذا كان مثلا إذا ما كان مطابق لاشتراطات الكود أكيد أنه راح يرجع ويعدل على المخططات. فهذه بعض التحديات اللي نواجهها. التحديات الأخرى ربما مواجهة اللي هي السوق المحلي، بحكم أنه في اشتراطات خاصة بنوعية المواد اللي تركب في هذه الأنظمة. أيوة. سواء كانت أنظمة كواشف حريق أو كأنظمة إخمال، في اشتراطات أنها تعتمد من مختبرات عالمية. بعض المواد المتوفرة في السوق طبعا ما يتوفر لها اعتمادات عالمية، واللي هي إشكالية حاليا نشتغل فيها مع الدفاع المدني بحيث أننا نتخلص من هذه النوعية من المواد. قصدك أن نوعية من المواد اللي تكون غير كفاءة، نوعية المنتج أيوة. اللي ما تم اختباره على المواصفات والمقاييس المشترطة من الهيئة العامة للدفاع المدني. طبعا هذا ما ممكن يستخدم، يفترض أنه ما يستخدم نهائيا. وجدنا طبعا في حالات موجودة في السوق والحمد لله رب العالمين، كاستجابة أيضا من الدفاع المدني استجابتهم جيدة بالتعامل مع هذه الحالات وإجبار اللي يورد مثل هذه المواد بتغييرها. جيد، احنا نتمنى لكم كل التوفيق وائل المحرزي، ولكن قد نتساءل مستقبل شركة أمان، هل ستقوم بالتوسعة أكثر وأكثر في مختلف دول مجلس التعاون ولا ربما الوطن العربي؟ والله نحن توجهنا حاليا أكثر من دول مجلس التعاون أو حتى في الوطن العربي. نحن الحمد لله رب العالمين تم إدراجنا كمساهمين في إعداد الكود الأمريكي، في 5 كودات أمريكية. نحن أول ما تشتري الكود في الصفحات الأولى من الكود يذكر فيها اسم شركة عمانية. توسعنا التالي ربما يكون في الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الاحتياج أيضا لهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية معاهم، وخلينا نقول ربما توفر أكثر عدد من المهندسين هناك بحكم أنه توفر عدد معين من الجامعات اللي تدرس هذا المجال. طبعا هذه أخبار جدا جميلة، كون أن شركة أمان هي شركة عمانية وباسم عمانية أكيد راح ترفع السلطنة في هذا المجال تحديدا. الله يبارك. شكرا لك وائل المحرزي، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا هذا كان حديثنا عن شركة أمان مع وائل المحرزي، فشكرا لكم للمشاهدة.
اصنع طريقا مختلفا، لا تكرر الآخرين، لا تقلدهم، بل تفرد بنفسك واصنع تاريخا تفتخر به. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا من شبابنا والنعم، على أمل أنكم وجدتم الإجابات لأسئلتنا في فقراتنا المختلفة. يتجدد الملتقى الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.